أخبار اليوم. دلوقتي ان احنا مش كلنا مصريين، لكن ان احنا دلوقتي شرطتي بتموت وجيشي بيموت على الحدود وجيشي بيموت في كل لحظة. ودلوقتي المستهدف في المكان ده دلوقتي حاليا القضاء مستهدف والشرطة والجيش ومصر، كل اللي بيعملوه ده غلط. احنا كلنا عايزين نقف ايد واحدة، بلاش من تركيا تدعم الارهاب، بلاش من موزة، بلاش من اسرائيل، بلاش من كل اللي بيتدس في وسط البلد وبيعملوا ان هم هيقفوا في البلد وهم عايزين خراب الوطن، بس مش هيقدروا. كل اللي احنا بنطلبه دلوقتي من كل انسان شريف يقف جنب بلده. المستهدفة دلوقتي حاليا مين؟ المستهدفة دلوقتي حاليا المحاكم، خلي بالكم المحاكم مستهدفة، بقولها بقى لصوتي في المحكمة، المحاكم مستهدفة والقضاء مستهدف، رجال القضاء مستهدفين، خلي بالكم، والشرطة مستهدفة، وامبارح ضربين قدام القضاء العالي، وامبارح ضربين وضربوا في اسم النزهة، وكل يوم يحطوا قنبلة. من فضلكم اقفوا كده جنب بلدكم، ديتي تركيا والشيخة موزة واسرائيل وحلف النيتو، كله عايزين يوقعوا مصر، كل الدول وقعت. دي لا ليبيا ولا سوريا ولا اي بلد، دي مصر اللي ذكرها ربنا. خلي بالكم في طابور خامس، ما زلنا لسه، خلي بالك في طابور خامس، خلي بالك في طابور خامس واقف، وعبد الفتاح السيسي ما تطبطبش على حد. انا ام اشرف اللي بصت على دماغي، انا ببص على جزمتك مش على دماغك. خلي بالك في طابور خامس وراك هيوقعك زي ما وقع حسني مبارك. وبشكر المحامي حبيب قلبنا استاذ نشأت وكل محامي شريف وكل موظف شريف. وانا جاي النهارده بقول تحيه كبيره لكل رجال القضاء والمحاميين الشرفاء والجيش والشرطه. وخلي بالكم اللي هيخون البلد وبياخد فلوس كلكم ظهرتوا في 35 بتاع من الحزب هيقعوا، هم اربعه بس، 35 حزب داخلين من الفلوس مدعمه من تركيا ومن اردوغان ومن براما ومن موزة، 35 حزب دول واقفين هيوقعوا مصر. حرام حرام، انفعوا مصر، اقفوا جنب مصر، مصر بتضيح، اقفوا جنبيها، شرطتها كل يوم بتقع. مين بتضرب الناس ليه؟ كل من كسر كوبايه هيتحاسب عليها. وبشكر العظيم الكبير ربنا سبحانه الله وتعالى، واحنا منصورين ومنصوره يا مصر.